دي مش كده امال، انت لازم تكوني فرحانه عشان ابنك كبر وبقى مهندس وتعين في مصر ام الدنيا. قلبي مش مطوعني على فراقه. عن اذنكم اتفضلوا. انا جبتك هنا يا ولدي عشان اكلمك في موضوع خطير يهمك ويهم العيله كلها. تحت امرك يابا. لا من غير اوامر يا ابني، لكن اعتبرها وصيه ولازم تنفذها عشان ارتاح سواء كنت حي او ميت. ربنا يديك طول العمر. يا استغفر الله يا ابني، استغفر الله. بص يا ولدي معايا على حريم العيله اللي جايين يودعوك. بذمتك تقدر تفرق بين الحرمه منه وبين شيخ الغفر؟ عايز تقول ايه يابا؟ عايز اقول ان تحسين النسل في العيله متعلق في رقبتك يا مجدي. في رقبتي انا؟ انت الامل الوحيد اللي فاضل في العيله. انا مش فاهم حاجه يابا. مصر يا ولدي مليانه بنات زي لهطه القشطه، عايزك تدور لي على واحده منهم وتشد التلغراف عشان اجي واجوزها لك قبل ما توقع الفاس في الراس ويجوزوك واحده من الصنف اللي انت شايفه ده. وصيتك على عيني يا فاتح يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. امين امين. مع السلامة يا ولدي. مع السلامة حبيبي. مع السلامة يا أم. مع السلامة يا أبا. مع السلامة يا ولدي. مع السلامة. 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 السلامة يا مجدي زي لهجة القشطة يا ولد. مع السلامة. Thank you.
السلام عليكم. اهلا وسهلا. انا جالي جواب تعيين في الشركه هنا. اتفضل في المكتب ده. صباح الخير يا ابو السيد. اهلا يا باشمهندس. حد سأل عليا؟ البيه المدير. يا راجل بسألك عن الناس المهمين. اربع ستات وكتبت لك اساميهم في ورقه على مكتبك. حلاوتك يا ابو السيد حلاوتك. ما تنفعش افندم. لا ابدا مفيش حاجه ما نستغناش. الو. حاضر يا فندم اتفضل من هنا. ايه اروح؟ لا هتقابل سكرتيره المدير. يا خبر اسود طول على كده اللي في البلد ارحم. المهندس مجدي مش كده؟ لا ايوه. اتفضل سياده المدير منتظرك. باشمهندس هواري كان قدم لحضرتك الاوراق ده هين قبل كده. هو مشروع مش بطال. صباح الخير يا فندم. صباح النور. احب اعرفك بالمهندس سامي من نفس تخصصك. ارجو انكم تتعاونوا مع بعض كويس. اهلا وسهلا يا فندم. سعيده جدا. مع السلامه. اتفضل حضرتك. اتفضل. لا والله ما صح. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. طيب اتفضل. 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 لا ما يصحش. لا اتفضل. لا والله ما يجيش. طيب اتفضل. لا اتفضل. كل الدوسيات هتلاقيها موجودة. كويس. شوف يا سيدي. ايه يا مجدي في حاجة؟ اصل لا ما فيش. شوف مين وحياتك يا مجد. الو. دي واحده ست عايزاك. بس الستات اللي عايزيني كتير. المهم هي مين فيهم؟ الست هانم الستات اللي عايزينه كتير. المهم انت مين فيهم؟ الله يخرب عقلك. ايه اللي انت عملته ده؟ بسألها عشان هي تقول لي وانا اقول لها. هتودينا في داهيه. الو. نونا. حياتي روحي عقلي يا شيخه. حرام عليكي، ده زميلي بيهزر معاكي. وده معقول وانا طول الليل والنهار مفيش على لساني غير اسمك، وفي قلبي مفيش غير صورتك. يا احلى اسم واحلى صوره. حاضر من عيني. ستة بالدقيقة هكون عندك. باين عليك بتحبها قوي قوي. الو. توتو. حياتي روحي عقلي. حرام عليك تظلميني بالشكل ده. كفاية تعرفي ان طول الليل والنهار مفيش على لساني غير اسمك، وفي قلبي مفيش غير صورتك. يا احلى اسم واحلى صورة. حاضر من عينيا. ستة بالدقيقة هكون عندك. انت ناوي تقابل الاتنين مع بعض؟ ليه؟ اصلك اديت ميعاد للأولانية الساعة 6 وللتانية برضه الساعة 6. بيني وبينك لا هقابل دي ولا هقابل دي. هقابل واحدة تالتة. انما ايه؟ انت بتعرفهم ازاي؟ نعم؟ قصدي اقول يعني بتلاقيهم فين؟ النوادي مليانة على قفا من يشيل. وفيهم حاجات كده زي لهطة القشطة. قشطة؟ قصدي أقول يعني حلوين ومربربين؟ ملكات جمال يا أستاذ. أمال أنا قربت على أسبوع هنا ومش لاقي حاجة ليه؟ عشان أنت كل يوم من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. اسمع. إيه؟ هات 5 جنيه وأنا أريحك. ليه؟ هات بس. خد أهي اللي معايا. هفرجك اللي ما شفتهوش طول عمرك. في دايبين في الشوق.
جرح العمر. ليه 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 نعشى ليه؟ واللي شافونا حسدونا يا بار، يحسدونا ليه؟ حسدنا على ايه؟ ده احنا حيارة وغلبة يا بار، هنبكي لي عليه؟ بايدينا نعمل ايه؟ حسدنا على ايه ايه ايه؟ ليل يا ليل الصبر، ليل يا ليل الصبر، ليه تسقينا المر؟ ليه ليه ليه؟ ليل يا ليل الصبر، ليه تسقينا المر؟ واحنا هوانا امر. ليه 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 نعشى ليه؟ واللي شافونا حسدونا يا بار، يحسدونا ليه؟ حسدنا على ايه؟ احنا حيار وغلابة يا بار، هنبكي ليه عليه؟ جردينا نعمل ايه؟ حسدنا على ايه ايه ايه؟ واللي شافونا حسدونا يا بار. بس يا اخي في ايه؟ عايز اوريك واحده حلوه قوي. هي فين؟ تعال هوريها لك. مش معقول انت كانت قاعده هنا وبتقرا في كتاب، وكمان كانت بتقرا في كتاب. ايوه الخدمه الشريفه كانت بتقرا في كتاب. مجدي ايه؟ انت لازم تروح حالا، تاخد حبيتين اسبرين وتنام يا حبيبي، وبكره نبقى نشوف لك دكتور كويس. دكتور؟ دكتور عشان ايه؟ بصراحه يا مجدي انا حاسس ان دي بدايه اعراض مرض خطير اسمه انتفوريا النساء. ده انا غلبان. علاجه بسيط، ما تشيلش هم. انتفوريا النساء قتلك انا حصتك. انا مش قادر افهم انت تعب نفسك بالوهم والخيال ده ليه؟ والله العظيم شفتها بعناية يا سيدي. الشلة بتاعتنا مليانة بنات، اغمز لأي واحدة من دول هتجيلك. انت مش فاهمنا يا سامي، انا مش عاوز واحدة اغمز لها وتغمز لي، انا غرضي واحدة اتجوزها يا جدع. تتجوزها؟ ايوه. تتجوزها يعني ايه؟ تتجوزها؟ ايوه. قصدك يعني انت وهي ومأذون ومزيكة وعوالم وتربتتي تربتتو؟ ايوه يا اخي، حاجه على سنه الله ورسوله. موضوع خطير زي ده ما يصحش نتكلم فيه هنا، تعال ورايا من غير ما حد ياخد باله. طب انا ما ولا كلمه. قوله ها
الحمد لله أكلة ممتازة بصحيح. طب قولي بقى رأيك إيه؟ رأيك إيه؟ في إيه؟ الله في الجواز يا أخي. في عائل في الدنيا يرضى يدي حريته لأي واحدة ست إلا إذا كان أهبل؟ الحاجة والحاجة في البلد مصرين على إنك تجوز. الحاجة والحاجة دول بيفكروا بعقلية زمان. النهاردة يا أستاذ الشباب كله انطلاق مرح حرية. طب وآخر ده كله إيه؟ مش مهم آخرته إيه، المهم إنك تكون استمتعت بحياتك. طب وفي إيه لما تتمتع وإنت متجوز ومخلف لك كام عيل حواليك وتشوفهم هما بيكبروا سنة بعد سنة ويقولوا بابا هو العبيطة هو هو العبيطة هو هو؟ يا سلام. مت؟ أيوه. حسابك كام؟ 220 قرش. وربع جنيه عشانك؟ يبقى 245 قرش. ادي الفاتورة للبيه، خد منه 3 جنيه وخلي الباقي عشانك. حاضر. وصلني. على كل حال يا ابني، إذا كنت مصر على حكاية الجواز دي، فلازم تعرف أهم شرط فيه. إيه هو؟ لازم يكون في بينك وبين اللي هتتجوزها قصة غرام عنيف، مليانة حب وهيام، عذاب ودموع، عشان تفضل نارها تلسعكم طول العمر. وما تزهقوش من بعض ابدا. معقول برضو؟ معقول. في واحده بتحبها بالطريقه دي؟ لا بدي ولا بغيرها. يبقى تنسى حكايه الجواز دي خالص وتعيش عانس. إذا فرضنا جدلا إن امبارح كان في هنا لحظة القشطة اللي في مزاجك، ممكن أعرف إيه اللي شدك ليها؟ جمالها. جمالها اللي مفيش زيه في الدنيا كلها. بتقول جمالها؟ اه يا اخي. طب بس بس ارجوك، كنت هتودي روحك في داهيه. ليه؟ يا استاذ 90% من ستات الايام دي كلهم صناعي. قصدك ايه؟ اللي تلاقيها من هنا ما شاء الله ممتده حاطه بالونات. يا ساتر يا رب. واللي تلاقي شعرها طويل وداعم وبتعمل كده اهو مركبه باروكه. ده غير المقشات اللي في عيونهم واتقم الشنان وفرد الكاوتش. فرد الكاوتش ليه؟ عشان ال ال عندك حق برضه، كله صناعي يا ابني كله. سامي. نعم. في ايه؟ جت هناك السما ايه؟ يا فين؟ اهي واقفه واقفه هناك قدامك اهي يا اخي. فين؟ خد بص بص هتلاقيها واقفه قدامك كده على طول. اوعى كده. يخرب بيت حظك، وقعت فيها ازاي؟ حلوه مش كده؟ حلوه دي تهبل. انا ما شفتهاش قبل النهارده ازاي؟ ياهوه. تعالى هنا، رايح فين؟ اعذرني يا مجدي يا اخويا، انا انسان حساس عاطفي، بنسى نفسي قدام الجمال، ومفيش اجمل من كده جمال طبيعي في الدنيا ابدا. اصحى كده وفوق لنفسك، لا اضيعك. تضيعني؟ ايوه، عندنا عيب الواحد يعكس مرات غيره. ودي تبقى مراتك؟ باعتبار ما سيكون. ما سيكون؟ ايوه. مجدي انت بتتكلم جد؟ انت نويت على الجواز؟ الله، مش طلعت قدامك ايه؟ ما هياش مغشوشة؟ مغشوشة مين يا ابني؟ دي مضمونة 100 سنة. خلاص انا هروح اخطب. وبعدين بقى فيك وفي استعجالك ده، انت عايز تودي روحك في داهية؟ ليه بس يا جدع؟ اقعد بس. قبل الخطوبة لازم تتأكد من حالتها الاجتماعية عشان ما يحصلكش اللي حصل لعبد العظيم. عب عظيم مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. ايه؟
اخوي ايه ده؟ يا بيه يا بيه الجزمه بيه وتشك الحساب يا بيه بعدين مفيش بعدين خد خد من فضلك عصير فراولة تعال هنا لازم تدفع ثمن الحاجات اللي كسرتها دي أمان فين؟ فلوس طبعا فلوس ايه؟ خدني معاك بتقفل ايه بتفتح قطعه يلا يقوم كمان ده يبقى سلم ها سلم هيا 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 يا رب وماله رياضة حكمت حكمت برضه لسه طيب هادي يو كمان هيا اجمد يا عرتو شحرت خلاص شد حيلك تعبان قوي طب اتفضل تعالى معايا وهتستريح باذن الله انا كنت عايز اتعرف الاول وبعدين ابقى اجي وقت تاني الحاجات دي مش عايزه تاخير عندك حق خير البر عاجله والدكتور راجل ممتاز الله هو باباها دكتور كمان يا سلام خد متشكر يا فندم اتفضل اتفضل استريح الله يريح قلبك لا لا اتفضل هنا ما هنا كويس ده كلام اتفضل هنا طيب اتفضل يلا قلت الله يا سلام مال وريني بقى يا سيدي نعم وريني انا كنت عايز اقول لسيادتك انا عارف كل اللي هتقوله وحافظه وهريحك على الاخر وعلى فكره هنفذ لك كل طلباتك الله يبشرك بالخير بس انا لازم اشوف الاول علشان اقول رايي لازم عاوز تعرف سني على طريقه الخيل ظريف ظريف جدا ايه ده ما تخافش ما تخافش جهاز تسجيل ده وريني وريني ما تخافش ايوه ما تخافش ما تخافش ما تخافش الرحمه يا ابوه مش كده مش هتجوز حرام غمضي عينيكي
ايه رايك؟ الله الله، مش معقول، جنان جنان. هدية ايه لجوازنا يا حبيبتي؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبي. مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ كملي انت لبس على مفتح وشوف مين. صباح الخير يا عمي. اهلا وسهلا. عبد عظيم، احمد عبد عظيم، تسمح لي ادخل؟ ما انت دخلت اهو. لا مؤاخذة، ما كنتش واخد بالي. وعلى العموم حصل خير. انا ما احبش اعمل تكليف. ممكن اعرف حضرتك عايز ايه؟ يا غاي، يا كرابنتس، يا حلولي، يا حبابي. انت ايه حكايتك بالظبط؟ الاول اتفضل، ده عشانك. بمناسبة ايه؟ المناسبة خير ان شاء الله، بس في مقدمة صغيرة احب اقولها لك في الاول. الله، اتفضل اقعد يا عمي. حضرتك واقف ليه؟ انا اسمي عبد العظيم، احمد عبد العظيم. الله، هو حضرتك تعرفني قبل كده؟ انت مش لسه معرفني بنفسك؟ كده هو؟ لا مؤاخذة، مش فاكر والله. خلينا في الموضوع أرجوك. بقى أنا موظف درجة 5، وصلت لها بالعرق والكفاح بدون محسوبية أو واسطة. وأنا داخل إيه في الحكاية دي؟ ما أنا جاي لك يا عمي أهو. اتفضل اتفضل اتفضل، خلصني. مرتبي 35 جنيه قبل الخصومات، طولي 168 سنتي، وزني 95 كيلو، وناوي اخس 5 كيلو باذن الله. مامي عايشه، بابي عشت، ودي شهاده من 2 موظفين محترمين، وعليها ختم الدوله تثبت صحه اقوالي. ارجوك يا استاذ تفهمني انت عايز ايه بالظبط قبل اعصابي ما تبوظ اكتر من كده. انا عايز صبي. نعم. بصراحه يا عمي انا جاي اطلب القرب منك. في مين؟ في بنت حضرتك. بنتي؟ أنا عارف إنك هتقول لازم تاخد رأيها في الأول، لكن اطمن هي موافقة. حضرتك أكيد غلطان، أنا ما عنديش بنات للجواز. أرجوك ما تحاولش تحطمني وتضيع مستقبلي. الأحسن ده أنا من يوم ما شفتها ما بنامش الليل. في البيت، في الشارع، في الشغل، في كل حتة، مش شايف غيرها قدام عيني. وانت بقى عرفت منين انها موافقه على الجوازه دي؟ عايز الصراحه يا عمي. هو في احسن من الصراحه؟ من غير زعل. من غير زعل. بيني وبينك، بقى لي كام يوم واخد اجازه من الشغل، ورايح جاي وراها في كل حته كده اهو. ابص لها تبص لي، اغمس لها تغمس لي، اضحك لها تضحك لي، وحاجات كتير مش شكلنا. يا سلام. امال انا جاي ومطمن ليه؟ على خيرة الله، بس برضو لازم اخد رايها. الشرع بيقول كده. اتفضل يا عم، ولو انك هتضيع وقتك على الفاضي. طيب، عن اذنك. خير يا عمي؟ مش وافقت برضه؟ ايه ده عمي ده؟ انت عامل ايه يا عمي؟ عمي طب يا غالي، لا حرام كده، هو في حاجه غلط؟ امشي اطلع بره، امشي ده بتديني سيبك، امشي اطلع بره، اوعى توريني وشك هنا تاني. طب الشمسيه، امشي اطلع بره، اياك اشوف وشك هنا تاني، فاهم؟ ما انا مستحيل امشي من هنا الا غير ما اعرف انت مش عايز تجوزهاني ليه؟ لانها تبقى مراتي يا فندي عديم المفهوميه. أنا عبد عظيم، أنا عبد عظيم،
أنا بعظيم الفتك أخطبها من جوزها. أنا بعظيم الكل بقى له سنتين في الجبس من جوزها، والدكاترة بيقولوا لسه له 4 سنين كمان على جسمه ما يتصلح. عظيم يا جن. 4 سنين؟ وبعدين أسامح هعمل إيه؟ ما تخافش، أنا هقول لك تتصرف إزاي. يمكن تعال معايا. ما تخافش. أب عظيم. أنا أب عظيم. لا لا يا سعادة البيت، ست حنان مش متجوزة، لسه مزمزيل، وأهلها كمان ناس كمل ولا عندهمش غيرها. ألف شكر، ألف شكر. خد، خدي. لكن بلا أفيا بقى. انتوا تبقوا مين؟ مباحث. مباحث؟ ايوه. باندهان فور فيو دولار. العسكري الازرق. سوري يا عمري، اصل وسطي ما يقدرش يسكت ساكت طول ما المزيكا دي شغاله. يا اطم وسطك. عمري هي طنط فين؟ عاوز منها ايه يا سبب النكسه؟ اصل في موضوع عايز اكلمها فيه بخصوص حنان. بتكلمني انا ولا ما انتش متعود انك تتكلم رجاله؟ لا يا انكل، اصل مامي قالت لي اسال طنط، وانا لازم اسالها واعمل اللي ماما قالت لي عليه. اطمن يا حبيبي، هكلمها لك الليله دي على رواقه، وان شاء الله هنوافق على الجواز. قوي قوي يا طنط. مستعجلين على ايه؟ البنت لسه صغيره، وحضرته عاوز له 20 سنه عبال ما يسترجل. اصل يا انكل في بنات كتير جدا عايزين يشبكوني، ومامي مش عايزه تدي كلمه لحد. صباح الخير يا بابا. هلو ريكو. حنان روحي. طلعت روحك يا روحي عليك، ربنا يخليك لامك. جيت امتى من اسكندريه؟ النهارده الصبح يا حياتي. وعملت ايه في مسابقه الرقص؟ كارثه يا حنان كارثه. تصوري كان المفروض اني اطلع الاول، لكن البنت سوزي والبوي فريند بتاعها يروحوا يدوا رشوه لجنه التحكيم واطلع التاني. معلش ولا يهمك، تعيش وتاخد غيرها. ما انا ما سكتش وحياتي. عملت ايه؟ رحت قدمت شكوى لرئيس مجلس المدينه. معلش المره الجايه هو بدخل لهم المباراه وانت لابس من الجيب. لا يا انكل، انا كنت لابس شميس بالدنتال. لا انا فوق. لو مؤاخذه لازم امشي دلوقتي، بس يبقى خلينا نشوفك. الله، احنا مش هنسهر سوا؟ معلش، عندي مشوار مهم لازم اعمله، وبعدين هروح النادي اتفرج على ماتش ملاكمه. طب ما تروح يا حبيبي وياها تتفرج عليه. انا طنط اتفرج على ملاكمه؟ انا اشوف بوكس؟ بقى ريكو اللي مليان رقه وحنيه يتفرج على البوكس؟ اسم النبي حرصك وصاينك. بوكس ده كان يعملها على روحه. طب سعيده بقى. استنى يا ريكو، انا جايب لك هديه حلوه علشانك. ميرسي يا انكل. صباع روج احمر شفايف. طب سعيدة يا طنط. مع السلامة يا حبيبي، يبقى بص لي ماما من هنا ومن هنا. حاضر. شايف اتعاملوا ازاي؟ بنت عندها نظر زي ابوها. يا فهمي، انت اخر واحد يتكلم. انت بتخليني اتكلم خالص. مش كفاية الديون اللي حطيتنا فيها؟ اعمل ايه؟ اتجوزت واحدة وما كنتش عارف انها مولودة ببرج التيس. يبقى حنان لازم تتجوز ريكو قبل ما يعرف ان احنا على الحديده. البنت لازم تعيش في المستوى اللي عايشه فيه. انا عندي انها تتجوز راجل تاكل معاه دق او ملح احسن ما تتجوز سريكو ابو رموش عيله. يا فهد سيبني ارجوك، دي بنتي وانا عارفه مصلحتها كويس. اتصرفي زي ما انت عاوزه. يا عيني عليك يا ميل بختك يا حنان يا بنتي، هتتجوزي انتهايه. ايه؟ انت بتكلمني؟ لا انا بكلم روحي. من جوه من جوه. ايه سرحان في ايه يا اخ؟
بقول يعني ما دام الحمد لله طلعت مش مغشوشه ولا هياش متجوزه، يبقى الواحد يتكل على الله ويخطبها ويستريح. ايه؟ عايز تروح تخطب واحده من غير ما تعرفها وتعرفك؟ من غير ما تحبها وتحبك؟ انت فاهم نفسك عايش فين يا ابني؟ في العصر الحجري؟ طب ما احنا هنعرف بعض بعدين. ما ينفعش! الكلام ده كان زمان، ايام جدي وجدك. النهارده لازم يكون في حب، او على الاقل استلطاف بين العروسه والعريس قبل ما يروح يخطبها. ثم مش جايز تكون مشغوله بواحد تاني وترفضك وتخلي رقبتك قد السمسمه ويجي لك منها صدمه شك. مظبوط، عندك حق يا سامي، عندك حق يا اخويا. انا مش عارف من غيري كنت هتعمل ايه يا مسكين. المهم دلوقتي قول لي هتصرف ازاي. نستعمل معاها اي طريقه من الطرق المعروفه في العالم كله، اكيد واحده منهم هتضرب والبنت تتعلق بيك. لكن انا ما اعرفش ولا طريقه من دول. غلابة غلابة. نهايته بكرة بعد ما نخلص شغل في المكتب قابلني قدام باب النادي وأنا بقى هقول لك تتصرف إزاي. إيدك يا بوسي. أول ما تشوفها بتركب عربيتها وتتحرك بيها تروح أنت معدي من قدامها. طب ما هتخبطني بالعربية. مش مهم، خبطة بسيطة ما تأثرش. وبعدين هتروح هي نازلة من عربيتها مخضوضة تعتذر لك وتستسمحك. وبعدين تروح انت باصص لها والدموع في عينيك وتقول لها خلاص يا مدموزيل، حتى لو كان عمري هو الثمن انا مسامحك. وبعدين طبعا مش هتسيبك في الحالة دي وهتاخدك معاها في العربية عشان توصلك. وفي السكة بقى عليك الباقي. يا ريت يا سامي، يا ريت. يلا يلا تعال خش. بالك بيوجعك. هنا هنا وهنا كمان وهنا كمان. حمود في ايه تاني؟ هنا كمان بيوجعني قوي. وبعدين معاك بقى انقذيني بقالك الاجر والثواب عند الله. ايه 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 ولا مجدي. ايه يلا يا واما يا خارجه ايه. شد حيلك. أي 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 حضرتك أعمى وما بتشوفش. إيه؟ وقايل ذوق وما بتفهمش كمان. النظام ما نفعش. ايه؟ خلي عندكم دم وتمشي على الرصيف. هي بلاوي تليح جتت ولا ايه؟ وانت مالك منك له؟ ماله ده ايه؟ اما لمت صحيح. انت قد الحركه دي؟ ده انا تعبكم قوي. يا بيه يا بيه افتوى بيه. ماليش دعوة انت. يا افتوى بيه اسمعني بس. روق روق. Thank you.
سلامتك يا شيل معايا بنت ساكت، بلاش رمادة. شيل بسرعة يا أخي. الكسل ده. سلامتك سلامتك. حسب يا عم بدوي. متشكرين يا سيدي. وليه التعب ده بس يا بيه؟ ده حتى البيه مش تجيل واصل. طب بلاش غلبة، واقف الباب الشقة وراك. حاضر يا بيه. أنا مات. ولا يهمك. تكون إيه الحاجة دي؟ قدام العلا اللي كلها عنتر عشان خاطر عبلة. ولا قيس عشان خاطر ليلى. ولا أوناسس عشان خاطر شاكلين. هما كمان كلوا علا. يوه، مفيش حبيب في الدنيا ما انضربش واتحط في الجبس مرتين ثلاثة. على كده بقى أنا أحسن من غيري. المهم إن إحنا نوصل للي إحنا عايزينه. آسف بشويش. متهيألي مفيش أمل. تقولش كده يا أخي. أوعى تيأس أبدا، أوعى تيأس. إيه؟ الحاجات دي عيبة يا سامي. في مجدي. نعم. أنت من النهاردة هتكون أقوى وأعنف رجل شافته حنان في حياتها. الطريقة 905 الكل هيعمل حسابك. الشعراء هيتغنوا باسمك، الستات هتركع تحت رجليك، طول ما أنت ماشي هتسمعهم بيغنوا لك ويقولوا مجدي يا فتوة الحتة، عليك كف يقتل أسد ويلبش الجتة. ساعة ما تقول آه تلاقي الستات جيالك أجدع وعندك نظر ستة على ستة. 96 97 98 99 100 عد الألف. 101 102 ما قلتليش ناوي تعمل ايه؟ خطة بسيطة خالص، جربناها 18 مرة قبل كده وحققت نجاح 100%. والله الحق اللي بيعمل معروف. في واحد صاحبي جتة مرعبة، دراعه لو جه في الهرم يوقعه. وبعدين عايزك تمسكه تنزل فيه ضربه قدام حنان. بتقول دراعه لو جه في الهرم يوقعه وعايزني انزل فيه ضربه؟ وماله؟ انت اكيد جرى لعقلك حاجة. طب استنى استنى بس. ما هو قبل ما هنجيبه ونضربه هنكون مدين له قرشين ومتفقين معاه على كده. فكرك هيوافق انه نضرب؟ دي شغلته. اذا كان كده ما عنديش مانع اضربه واضرب اللي خلفوه كمان. انا ما عنديش شر محاميني. عظيم. ايدك بقى على 10 جنيه. ليه؟ عشان اروح اتفق معاه وابعته. وانت هتكون فين؟ هقف بعيد عشان الناس كلها تعرف انك انت اللي ضربته لوحدك. فلوس ايه؟ مبروك مبروك عليك حنان. اطبع طبع كل روح. ادريس اهلا استاذ سامي. برافو ادريس، مرحب. اهلا استاذ سامي. ايوه خدمه. فاضي كده قد ساعه؟ اذا كان على ساعه فاضي. طب تعالى معايا. بس عن اذنك اغير هدومي. تحت امرك. ملابس. Thank you.
طعم. نحب نتعرف، الأنسة اسمها ايه؟ أمل وسام ده ابن عفريتة صحيح، لحق يبعته بسرعة. أيوة مظبوط، نحب نتعرف. يا أستاذ أنت، يا أستاذ أنت، إيه يا فندم الحركات الهايفة بتاعتك دي؟ حركات يا جدعان؟ لو ليك أخت حلوة وزي القمر شبه المدموزيل كده، ترضى واحد لوح زي حضرتك يعكسها؟ أما ليه الأدب صحيح. يظهر الكلام ما بينفعش معاه، مرضون، أنا مضطر أضربه. حاكم فيه نوع، إن ما كانش ينضرب ما يعرفش الواحد هو بيقول إيه. عن إذنك، أنا رايح أضربه. هيقع هو. ما بتقعش ليه؟ إيه؟ في إيه؟ اتخذت الحكاية جد ولا إيه؟ يا خرابك يا جدع، اختشي ما صحش كده، هزودك 5 جنيه، هزودك 10 جنيه، وصلي على النبي بقى. خمسة جنيه ما ينفعوش ابدا، ده انا اقل خناقة باخد فيها 15 جنيه. خلاص يا عم خليهم 6، ربنا يخليهم لك وشرفك. بالطريقة دي ابقى دافع 2 جنيه من جيبي، اصل صاحبي ده غلبان وعلى قد حاله. ما مالهم دول بيجروا ليه؟ يظهر ان في خناقه هناك. الله، تعالى نتفرج. يلا بينا. الله يخرب بيتك يا سامي. ايه ده؟ حرام عليك، هو كان قدك. الله اكبر، اضرب كمان والنبي، اضرب اضرب يا جدع انت، اضرب بقى ما تضيعناش، اضرب 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 اضرب، عاجبك كده؟ اهي ماشي اضرب. مش سامعني وانا بند عليك يا بيه؟ انا دهري انكسر من كتر الشيب. خلاص عنك، ما شلت راجل كسلي صحيح. اعوذ بالله، ده يا في كسلك. تعال يا حبيبي. تعال يا عيني. استنى استنى. تعال يا روح يا عيني. تعال يا حبيبي. تعال. يا قليل الادب. ما دام الحكايه بتحصل كل يوم بالشكل ده، ما يجيبوا لهم ونش ويحطوه على باب العمار. هنا فين؟ سامي، انا مش عاوز اتجوز وربنا يخرب بيتك. اسكت خالص، بكره حلها ربنا. لا بكره ولا بعده، انا مش عاوز اتجوز وربنا يهد حيلك. انا عندي حته فكره، الطريقه 707 هي اللي هتخلي البنت تحبك. كفايه بقى، اعمل معروف. جسمي اتهرى من افكارك. طب استريح استريح، بعدين نتكلم. لسه صحيح؟ ايوه يا بابا. يبقى لازم بقى بتفكري في حاجه. ايوه يا بابا. كنت
بتفكري في ايه؟ اوعى يكون في سريكو. لا يا بابا. الحمد لله خليتيني اتنفس. انا كنت خايف لا تكون الست والدتك شقلبت لك دماغك ولا حاجه. يا بابا ريكو بالنسبه لي ابن خالتي وبس. ما هو دي المصيبه واستسلمنا لها. خالتك عملتها وخلفته، لكن كنا نتجوزه لتبقى فاجعه ويا لهولها. ما تخافش على حنان يا بابا. يا روح بابا. ايوه كده، انا عاوزك تطلعي راجل زي ابوك. قولي لي بقى، كنت بتفكري في ايه؟ في مشكله واحده صاحبتي. مشكله عاطفيه؟ ايوه يا بابا. طب ما تقولي عليها يمكن اقدر احلها. امال ده شاب من شويه. في شاب هيموت نفسه عشان يتعرف عليها. ازاي؟ مره رمى نفسه قدام عربيتها. لا ساتر يا رب. ومره تانيه عشان يلفت نظرها عمل خناقه وبسببها كان حته علقه. لا ده لازم صواميل مخه سايبه. وليه ما يكونش بيحبها؟ اذا كان علشان يتعرف عليها عمل كل ده، يقبع عبال ما يتجوزها. الله يرحمه بقى. لو النبي يا بابا اتكلم جد. يظهر ان صحبتك دي تهمك قوي. طبعا ما شفتنيش قاعده مشغوله بيها ازاي. قولي لها اذا كانت هي متاكده من انه شاب مخلص وله مستقبل، مش لازم تضيعه من ايدها حتى اذا ما وافقتش امها. امين. يا نهار زي اللي بعده يا الطاف الله. انت صحيتي تاني؟ مع اني حطيت لها ثلاث حبايات مخدر في كوبايه اللبن. انت يا فهمي. ايوه جاي. اسمع، ما فيش شيء، البيت ده لازم يحصل فيه انقلاب. عاملين يا عيون فهمي يا عصفوره قلب فهمي. بتعمل ايه عندك؟ كنت قاعد مع حنان بكلمها عن ابن اختك. ريكو. امال ايه؟ كنت بقول لها انه ولد هايل ولطيف وغني وصوته نواعم، يعني كل بنات البلد واقعين في دباديبه. وده لقطه. ايه قالت لك ايه؟ ما انت ندهتيني قبل ما تلحق تقولي حاجه. يقطعني يا اخويا. ربنا يسمع منك. نعم. لا ولا حاجه. ايه ده انت لسه ما لبستش؟ مش خارج. دي حفلة هايلة بتتعامل كل سنة مرة. يا أخي مش عايز أروح. هو بالعافية؟ خلاص يا سيدي أنت حر، ما تزعلش. بس كنت عايز أقول لك إن حنان هتكون موجودة هناك. والنبي؟ ومش بس كده، دي هي اللي منظمة الحفلة. كلام إيه ده؟ السلام عليكم. استنى خدني معاك، خدني معاك. سيداتي أنساتي ساداتي، نشكركم على تشريفكم هذا الحفل الخيري، ويسرنا أن نبدأه برقصة من الفنانة نجوى فؤاد. Yeah.
العمل ايه دلوقتي؟ قوم بسرعه يا نظف البنطلون. معقول امشي كده قدام الناس؟ عندك حق، لو حنان شافتك بالمنظر السخيف ده تبقى مصيبه. بنطلون بالكريمه يقلل من قيمتك في نظرها على طول. ممكن سيادتك تقلع البنطلون وتديهولي من غير ما حد ياخد باله. هتاخد البنطلون تعمل بيه ايه؟ انا ادفهولك وارجعهولك بعد 5 دقايق. ما بيتغنى. ما تخافش. والله ما تخافش. فكره كويسه قوي. فكره. معقول يا سامي؟ اقلع بسرعة ما تبقاش عوكيد. هيفضل هنا عشان يستلم جايزته. ايه؟ صاحب الحظ السعيد، التذكرة رقم 36. أنا والله العظيم مش مصدق نفسي. تصور حضرتك الواحد بشعوره لما هما بيضحكوا عليه. أما نسمع ده سوء صحيح. غريبة يعني إن واحد ياخد جايزة. تصور حضرتك يعني وبعدين بقى إيه الحكاية؟ أصل إيه؟ يا ستي الحلاوة مش حلاوة الوش، الحلاوة حلاوة القلب. ثم إن دي خلقة ربنا، هعمل فيها إيه؟ أنا قصدي على بالحفلة ورايح فين يا أستاذ مجدي؟ مكاني مش جوه. إزاي وأنت الفايز؟ لو قدام الناس بس، لكن بيني وبين نفسي خسرت كل حاجة. ليه بتقول كده؟ أعمل إيه؟ إذا كانت الظروف بتساعدني من ناحية وحظ النحس بيعكسني من ناحية تانية، وأنا بالاتنين مش قادر أعمل حاجة. تعرف إنك إنسان غريب؟ لأني بحب. أنت بتحب الإنتحار؟ أنا؟ مرة رميت نفسك قدام عربيتي وكنت عدوسك، ومرة تانية عملت خناقة بسببي من غير لازمة، واديك شفت اللي حصل النهاردة. ايه الحكاية بالظبط؟ غصب عني. ليه؟ لأن يوم ما قلبي حب لقيت المسافة بينه وبين اللي بيحبها بعيدة قوي، قلت أقربها بكل اللي عملته، لكن ما قدرتش.
تفتكر فيه في الدنيا كلها واحدة تستاهل حب بالشكل ده. انت يا حنان. صحة الحب. أنا مش مصدق نفسي. عيب، ده أنا سامي اللي مفيش عقدة عاطفية تقف قدامه. يا جامد يا فظيع. والله والله لو ليك مزاج تتجوز مارلين مونرو الله يرحمها أنا مستعد أجوزها لك. قلت إيه؟ لا يا عم، حنان وبس. ابني طول ما أنا جنبك ما تحملش هم أبدا. طب إيه رأيك؟ مش هكلم الوالد والوالده واخواتي علشان يجوا معايا ونروح نخطبها؟ تكلم مين؟ إيه العيله يعني؟ ارجوك. ايه؟ ارجوك كفايه. ايه؟ كفايه ما تتكلمش كفايه. في ايه؟ في ايه؟ انا يستحيل اسمح لك ترتكب الغلطه الشنيعه دي، يستحيل. كفايه اللي حصل لده. مين ده؟ عزيز. عزيز مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. يلا يا عم عبد المال يا راجل اعمل لك همه، العريس زمانه كاش. خلاص يا بيه مش طايق اصل هنحط ورد هنا. ادي الورد. يبقى كله تمام. اكيد هو يا منصور، افتح الباب بسرعه. بسرعه. مساء الخير يا عمي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مرحبا. اتفضل يا ابني اتفضل. لحظه واحده. بابا محمد بيه حمزه. اهلا وسهلا. ماما حرم محمد بيه حمزه ما جاتش عشان مش موافق على الجوازه دي. اخواتي البنات هدى محمد بيه حمزه. اهلا وسهلا. جلفدان محمد بيه حمزه. اهلا وسهلا. فهيمه محمد بيه حمزه. اتفضل. لحظه واحده لحظه واحده. ايه؟ اخوات الصبيان ابراهيم محمد حمزه. اهلا وسهلا. مخيمر محمد حمزه. اهلا وسهلا. عدلي محمد حمزه. اهلا وسهلا. فاضل حد تاني يا ابني؟ لا خلاص. خالتي وجوز خالتي بس. بس طم اتفضلي يا طم. ايوه يا ابني جايين اهو. بس السلالم عاليه شويه. معلش معلش. طم اهلا وسهلا. جوز طم اهلا وسهلا. من طنطا. طنطا. لا خلاص خلاص. تفضل تفضل تفضل. العروسة عجبتكم قوي قد كده. العروسة يا بنتي منى. ست والدتها. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا. تفضل. اختي سنيه واولادها مبروك يا جماعه. الله يبارك فيكي. رجب وشعبان ورمضان وشوال. الف مبروك يا جماعه. فضل. الف مبروك. تفضل. اخويا ابراهيم والست حرمه. اهلا. واولاده. ايه دول؟ خطوبة دي ولا مؤتمر قومي؟ الشربات يا عبدو. وما لو كانت شبكة ولا كتب كتاب كانوا عملوا ايه؟ شربات يا عبدو. حاضر يا بيه. هنعطيهم ازاي؟ هنجيب لهم كوبايات من ايه دول؟ ولا يهمك. ايه ده؟ يا اخويا كله ينفع. ولو ممكن كمان يا عمي
اوضه نوم احتياطي عشان خاطر الضيوف، اوضه مكتب ليا، تلفزيون 18 ادم كابورلين، تلفزيون 8 سلندر، شقه تمليك 7 اوض، السجاجيد شنوا، النجف كريستال وبس. وايه كمان تاني يا ابني؟ وعشان ما نحسش بالاجهاد يا ريت العروسه تكون معاها بنت وولد. بنت وولد؟ اه بنت طباخه وولد سفرجي، وما يهمكش انا هدفع لك مهر 100 جنيه. انت فاكر نفسك ايه يا سيدنا الافندي؟ تدفع 100 جنيه مهر واجيب لك كل الحاجات دي؟ انت فاكر بنتنا ايه؟ دايله. هو يعني ابننا مش لاقي عروسه يتجوزها؟ انا بنت اخويا تسوى تقلها ذهب. تقلها ذهب؟ ده الذهب اللي في الدنيا كلها ما يكفيهاش، ده ولا تقلها زلط. انا ابن اختي مفيش منه في الدنيا كلها، اللي عنده كلمه وفاره، والجوازه دي مش عاوزينها. في 60 داهيه ابنكم، الرجال على قفا مين يشيل؟ حسيتني ملفظك بقى يا اختي. ايه انت فين؟ اصحي. ما تفوقي نفسك. عز شبابه والمصيبه كنت عايز تغلط غلطته وتودي روحك في داهيه. انا يا عم مش عايز اموت. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ تروح انت لوحدك تقابل اهلها وتطلب ايدها، وبعد ما تتفقوا على كل حاجه تبقى تاخد اللي انت عايز تاخده وتروح تزورهم. بوس بوس. ما كده متأسفة، حنان مخطوبة لابن خالتها وهيتجوزوا قريب. كلام ايه ده يا ست هاني؟ افتكري كويس، جايز تكوني ناسي ولا مش واخدة بالك. أنت مش نغمل يا سيدنا الأفندي. طب ممكن أقابل البيه؟ أنا البيه، الكلمة هنا كلمتي والشغل شغل. لا يا فندم، أنا قصدي أقول يعني راجل البيت، أصل لا مؤاخذة عندنا في البلد الرجال قوامون على النساء. الله مسيكو ميك، أما مصيبة والله، أنت جاي هنا تديني حكم ومواعظ. بالهداوة يا فندم، بالهداوة. أوف. اتفضل. وإن شاء الله لما أعاود المرة الجاية أجيب لك بقية الحساب. ومستعجل ليه؟ ويعني الدنيا طارت؟ أستأذن أنا بقى. لا، مش معقول تسافر في وقت زي ده، أنت لازم تبات معانا. ياه، دي كانت مسعدة أمها يخربط الدنيا خربير. حكيم انا جاي لهم لازم اعود الليله، يبقى لازم اعود الليله. ان شاء الله المره الجايه تجيبهم معاك. عن قريب ان شاء الله، عشان بدنا نزور مسعد الاولياء الله الصالحين، يمكن ربنا يفك عقدتها ويبعث لها عريس زين. بالمناسبه روح شوف المصيبه اللي في الصالون وانا اوصل الحاج. عن اذنك يا حاج. انس وشرف. الله يشرفك، دارك يا بيه. مع السلامة. انس وشرف. الله يخليك يا استهاني. ما تبقوش تغيبوا علينا. لا ما نغيبش، كلتها يوم ولا اتنين واجيب مسعدة وامها زي ما اتفقنا. يا مرحبا يا مرحبا. الله يرحمك. مع السلامة. الله يسلمك. ما قلتليش يا ابني بتشتغل ايه؟ انا مهندس معماري. كده؟ ما فيش لزوم للسؤال يا فهمي، ما دام البنت مخطوبة. يا ستي من باب العلم بالشيء. على لحظة، ما قلتليش بتشتغل فين؟ فهمي ستروه ستروه خالص. والله يعني هو السؤال منه ضرر؟ مفيش لزوم للسؤال، اسحب سؤالك. ها؟ ليه؟ احنا في محكمة؟ سحبناه. على كل يا ابني انت مش مضطر انك تقول لي الا اذا كنت مصر. في شركة المقاولات العربية. شفتي بقى؟
اهو مصر. فهمي ما تعطلش الاستاذ اكتر من كده. انشانتي وافوا. السلام عليكم. انشانتي وافوا. والله باين عليه ولد كويس وابن حلال. العشاء جاهز. ماليش نفس. يعني ايه مالكش نفس؟ ما عنديش نفس يعني ما عنديش نفس. ايه عاوزه تدخلي في معدتي كمان؟ مصراني الغليظ عنده تخلص. انا عقلي بيقول لي الواد ده اكيد له شغلانه تاني. اسمع سامي. انا نويت اتصرف. عايز تعمل ايه؟ بدل ما انا وحنان بنحب بعض يستحيل اسمح لاي حد يقف في طريقنا. كلام كويس. بس ناوي تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ده انا هعمل عمايل، هسوي الهوايل، ده انا والله ما انا عارف اعمل ايه يا وهرب بيها ونتجوز بعيد في اي حته. ايه رايك؟ اه عظيم عظيم يا بطل. مش كده؟ هتخطفها ازاي؟ هبعت البلد اجيب اتنين من رجالتنا اللي ياكلوا الزلط. حكم انت ما تعرفش الاصناف اللي فعلتنا. هيعملوا ايه بقى رجالتكم اللي دول؟ هيطبوا عليها وهي في اوضه النوم ويسرقوها. غلط غلط. اوعى اوعى يا مسكين، لا يحصل لك زي اللي حصل للمعلم صابر بتاع اسكندريه. معلم صابر مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش، لما حماته وقفت في طريقه وما رضيتش تجوزه بنتها قرر انه يخطف البنت ويتجوزها، واجر اتنين من اللي ياكلوا الزلط زي اللي انت عايز تجيبهم. انا هانت والنبي هانت وهنتجوز وحنكيت الاعادي. يلا يا سيد الشيخ حدد فترك. وجب على خيرة الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمك كما كرم ايوب. خلاص يا معلم البضاعة وصلت وايدك بقى على عبيد المعلومة. بل هي فين؟ فين نوسة؟ دخلنا الباب الوراني. يا نور النبي. يا خبر ايه القانون ده يا هاني؟ تنوسه معلمي. يا ابني احنا عايزين نخش دوني ومش عايزين نخش اخره. لا مؤاخذه يا معلم، لازم نخدروها ونغموها بعدين تفوق تطلعوا في السد. خلاص واجب شغلنا يا معلمي. سامحيني يا حبيبتي، سامحيني يا روحي، سامحيني يا نوسه. انا بعمل ده كله عشان نتجوز بعيد عن وش امك العكر. ها
يا عكرة. أنا اللي وش عكر يا صابر. يومها دخل مستشفى المجانين ولسه ما خرجش. خمس سنين وهو على الحالة دي، لا يكلم حد ولا حد يكلمه. أنا هقول لأ وهتمسك برأيي، وده من حقي. غلط 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 غلط. ليه يا أستاذ سامي؟ حنان يا بنتي، من السهل انك تقولي لا، لكن مش من السهل ان والدتك توافق على رأيك. وجايز جدا تتمسك برأيها اكتر واكتر وتحط لكم عقبات ملهاش اول ولا اخر، خصوصا ان والدتك شخصيتها قوية زي ما فهمت منك ومن مجدي. طب والعمل يا استاذ سامي؟ احنا لو ثابتين كده هنسيب والدتك تتصرف زي ما عايزة؟ انا بفكر في مشكلتكم ليل ونهار، وبعد دراسة دقيقة وتحليل للموقف ما لقيتش قدامي غير حل واحد مالوش تاني، هو اللي هيسهل كل العقبات اللي قصادكم ويجيب المأذون لحد عندكم ويخلي والدتك يا أنسة تقول لكم في عرضكم اتجوزوا بعض. الحقني بالحل اعمل معروف. تعال اقعد. طب والحل؟ ايه هو الحل ده؟ فضيحة. عايزين فضيحة. فضيحة ايه؟ فضيحة زي اللي عملها فكري. فكري مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. وده ايه حكايته يا استاذ سامي؟ تقدر تقدم لبنتي في الخطوبة خاتم سوليتير واسورة؟ تقدر تقدم لها شقة خمس اوض وتفرشها؟ تقدر تركبها عربية ملاكي؟ مرسيدس 280 اس. أنا يا عم لو كان عليا أنا مستعد أقدم لها كل حاجة، بس سيادتك عارف العين بصيرة واليد قصيرة. ولما هي قصيرة بتمدها ليه؟ جاي تضيع وقتنا ليه؟ أنا صحيح لسه درجة سادسة، إنما قدامي مستقبل كبير وأملي في ربنا أكبر، خصوصا إنه سناء وأنا بنحب بعض. مفيش حاجة يا ابني اسمها حب، في حاجة اسمها فلوس، فلوس وبس. شرفتنا قوي يا استاذ. الو سناء، اسمعي، احسن حاجه ننفذ اللي اتفقنا عليه. ايوه مفيش غير كده. انا هاجي لك 10 بالليل. مع السلامه. تعذبنيش اكتر من كده. تقدري تقولي لي ممكن اعمل ايه ما دام والدك ووالدتك مش موافقين على جوازنا؟ احكي لهم على اللي حصل. ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش اعترف لهم بجريمتنا. ما اقدرش ابدا ما اقدرش. وابننا المسكين هنعمل فيه ايه بعد ما يتولد؟ يتولى يا ربنا برحمته يا حبيبتي. سناء، اللي سمعته ده صحيح؟ اعمل ايه يا بابا؟ كنا فاكرين اننا هنتجوز. لحظه ضعف يا عمي، والشيطان شاطر. يا مجرم يا سافل. لا يا عم لا، وطي صوتك، لا الجيران يسمعوك وتحصل فضيحه ملهاش لزوم.
ودي برضه بنتكم والعرعركم. انا هبلغ البوليس، هبلغ النيابه. اعمل كل اللي انت عايزه. وديني قاعد مستني. خير يا مالك؟ يعني ما بلغتش. طب استأذن انا بقى عشان عندي معايا. استنى يا ابني، رايح فين؟ اصلي قاطع في السينما وخايف اتاخر. طب وسناء هتعمل معاها ايه؟ يا ست هانم انا ريحت ضميري، انا جيت وخطبتها وسيادتك اللي رفضتي. انا يا ابني مين قال الكلام ده؟ بالعكس، ده انا حتى قلبي انشرح اما شافك. يعني يا ابني هنلاقي عريس لسناء احسن منك؟ بالظبط. بس انا يعني ايوه يعني عايز كرسي. كرسي اتفضل. كرسي اتفضل. ايه؟ لا اقعد. اتفضل. بس انا ما عنديش فلوس للمهر والشبكه. مهر ايه وشبكه ايه؟ احنا عندنا كل حاجه. دي حتى عادات قديمه وبايخه، وما اقدرش اجيب لها شقه كبيره اسكنها. ان شاء الله مسكونه فوق السطوح. يا ابني دي مراتك وانت حر فيها. طب ومشكله العربيه هنعمل فيها ايه؟ يا حبيبي هي المواصلات كفرت، ما كل الناس بتركبها، وان ما كانش معاكم فلوس تركبوا ايه وتمشوا، ده حتى المشي كله رياضه. يا اكيد اكيد كله رياضه. افكر. والله فكرة، إيه رأيك حنان؟ بقول كنت أنا وأنت نحاول معاهم مرة تانية، وجايز نوصل اللي إحنا عايزين. غلط غلط غلط، أي محاولة كده معناها ضياع وقت من غير أي داعي. أنا كل اللي يهمني يا أنسة حنان إن أشوفكم متجوزين وعايشين في تبات ونبات ومخلفين صبيان وبنات، وأنا بشيلهم على إيديا وأربيهم، ولما يكبروا ويشوفوني جاي يشاوروا عليا ويقولوا عم سامي اهو، عم سامي اهو. يا سلام يا استاذ سامي، انا ما شفتش في حياتي انسان مخلص زيك ابدا. خلاص انا هسبقكم على البيت واستنى في اوضتي لغايه ما يوصل مجدي، وهعمل كل اللي تقولوا عليه. عن اذنكم. انا عارفه مصلحه بنتي كويس. لو كنت تعرفي مصلحه بنت كويس ما كنتيش ضيعتي من ايدينا عريس زي مجدي ده. ليكوا برقبتكم. ميرسي يا طنط. سنة يا انكل. اسكت انت يا بصوصه محلوعه. تقدري تقولي لي لما ليكوا يضيع الفلوس اللي ورثها من امه يقدر يعيشها منين؟ يصرف عليها ازاي؟ ياخدها ويسرح معاها ببيانولا على القهاوي علشان يرقص لهم رقصه الشمعدان؟ والله يا انكل ده هنبقى دويتو ظريف خالص. انا مش قادره اعرف ايه اللي عجبك في اللي اسمه مجدي ده؟ لانه متعلم، عنده شهادات عليا، ويقدر يشتغل ويعيش بيها، فما بين عليه طيب ومستقيم، مش زي سيريكو ده اللي عاوزه تحسبيه علينا راجل. مجدي ده ايه ده اللي بتقولوا عليه؟ ده حته حشره صرصار ادوس عليه برجليا. يا وبلدي قوي، ما يعرفش اي حاجه في الاتيكيت. بلدي قوي يا اختي. الله يرحم والدك اللي كان بيركب لطربوش ولوزه. أيّاه، انتوا هتخانقوا بعضيكم؟ فهمي سترو اوترو سترو اوترو. يا هانم اعدلي لسانك علشان اعرف اكلمك. بابا كان تاجر. تاجر وبابيك يا لا، دي اهانه كبيره قوي يا فهمي، قوي قوي. فعلا يا طارق دي اهانه لا تغتفر. يا دي انت غور من وش الاحسن انفخك اطيرك من الشباك. طب والله العظيم والله العظيم والله العظيم لولا انك انكل لكنت بارزتك بالسيف. تبرزني بالسيف ولا بمبرد المناخير؟ انا لازم انتقم لشرف العيله. شرف العيله ولا شرف الخنافس يا واد وزير؟ يا انكل تعالى هنا، تعالى هنا. عيب يا فهمي. راسك كده برضه تضربني يا فهمي. اف كلمة عز. روح عليه.
معاملتي الطيبة ليك خلتك تفتكري انك انت الراجل وانا ست. انا راجل يا فهمي. مش بعيد في يوم من الايام تربي شنبك ودقنك وتلبسي بلغة وتقعدي مع الفتوات في القهاوي وتطلبي شيشة. انا يستحيل اعيش معاك بعد النهارده. يا لالي يا لالي غالي والطلب رخيص. انا هقول للمأذون اللي هيكتب كتاب مجدي على بنتي اني انا مطلقك بال 18. اقص عليك يا خاين يا دون ودون عليك عشان السنين الطويله دي يا فهمي. قصدك السنين اللي قضيتهم في المنطوره معاكي؟ ثم اسمعي من الان فصاعد ما تندهنيش بفهمي حاجه. قولي يا سي فهمي واتكي على سيدي اول. حضرتك يا سي فهمي. ألغيكم بلاش يا أخويا، أنا موافقة على اللي توافق عليه. مجدي ده إنسان ممتاز. خلاص ممتاز. ثم بكلميني بالعربي، بلاش الإغ دي. أحسن والله أسكعك ألم خليك تنتقي بالفصحى. حاضر يا سيدي. يلا سيدي. شوف مين يا محمود. أقول إيه؟ أنت اللي تفتح الباب. من يلا. الجنس اللطيف إيه؟ جنس نمرود. يا ألف مرحبا. أهلا وسهلا. اتفضل. أهلا حاجة وسهلا. يا سهلا وحشتنا قوي يا سعادة الدين. ازيك يا حاجة؟ اتفضل. ازيك يا مسعدة؟ الله يسلمك. ايه انت لسه بتتكسفي؟ هو أنا موديني بداهية لحكاية الكسوف دي. ليه؟ هقول لك ايه ولا ايه يا سعادة الدين؟ نعم أنت يا مسعدة. حاضر يا أبوي. مش هنا يا بيه. طب انا معديك كده يا ابوي. وانا عديك كده. طب انا وانا واقفه يا ابوي. لا يا حبيبتي تعالي نامي في اوضه حنان. هي فين؟ كان بنت تلعب وياها. يا خرجت من زمانها جاي. وحديها؟ اه امال عاوزانا احطها تحت الحراسه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا ابوي. يا مكسوفه الرقبه خش نام. تعالي يا حبيبتي. البت بارد يا فهمي بيه في رقبتنا لحد دلوقتي ما فيش عريس واحد قال. كل البنات اللي من دورها اتجوز وخلف ودست عيال وهي اللي قاعده لك ده زي البيت الحكر. طب وما صورتوهاش المشايخ ليه؟ طول النهار عم بلفلفها وكل شيخ وكل مقام بندر لها في ند. أهلاً عم أبو سريع. أهلاً يا حلوة. إزيك يا خال؟ أهلاً بيكي أهلاً بيكي. ما شاء الله ما شاء الله. أمال فين مسعدة؟ نايمة في أوضتك يا حبيبتي. اشرب عشان تسخن. انا ما بشربش. الليله دي لازم تشرب عشان تعرف تتصرف كويس. اشرب. مبروك عليكي يا غالي. ده الليله اللي محارستك الحلوه يا غالي. شد حيلك انا هستنى جنب التليفون عشان اجيب المأذون والشهود واجي. كان نفسي اسامه انا وانت نتجوز في يوم واحد. لا يا صاحبي انا لسه بدري على بال ما الاقي الانسان اللي تستاهل قلبي وحبي وخبرتي الكبيره في عالم النساء. انا مراتي يا صديقي العزيز لازم تكون حاجه تانية خالص. اي واحد يشوفها يحلف انه ما شاف جمال زيها في البلد كلها. يا سلام.
الليله دي اسعد ليله في حياتي. لازم كسبت البريمو. بريمو مين يا ترسو؟ انا جوزت اتنين لبعض. ايه؟ مجدي فين؟ مجدي راح لك. مصيبه يا استاذ سامي، مصيبه. ليه؟ انا الليله دي مش هنام في اوضتي. امال مين اللي هينام؟ واحده تانيه. واحده تانيه؟ يا نهار اسود، تعالي بسرعه تعالي، رحنا في داهيه. مساء الخير يا اخ. اهلا وسهلا، مساء النور. طالع عنها دور. الدور الثاني. الثاني كويس، ربنا معاك. تشكر يا اخ. مسكين تلاقيه عايز يتجوز زي حالاتي. عشان نفس اللي اتفقنا عليه. انت مين؟ انا اللي بحبك، اللي بيموت فيكي، بيعبدك. انا اللي جاي لنادي قاتل يا مقتول عشان اتجوزك. امهات عريس، عريس يا بوي، عريس يا بوي، عريس، عريس يا بوي. يا امهات يا امهات يا ست، انت ما ينفعش. عريس يا بوي. عشان يجي يتستر على الفضيحه اللي حصلت دي. فضيحه ايه بس؟ انا لا يمكن هسكت على الاعتداء ده. ياه، قفشناك مع بنتي في اوضه النوم والدنيا ليل وضلمه كماني، وتقول لي فضيحه ايه دي؟ وبصني كمان يا ابوي. انا بصتك يا عم. وقعتك مهببه. هو قال لي كلام يدوخ، انا دايخ يا ابوي. ليلتك منيله ب60 نيله كماني. والله العظيم مظلوم، بريء بريء يا بيه، والله بريء. ولا كلمه. هتتجوزها ولا هتشاهد على روحك؟ هتشاهد على روحي احسن. يا ايه حصل ايه؟ عريس. عريس مستطوه ازاي؟ العبوا يا ابوي، ضخوا بس ما تعوروش يا ابوي، انا عايزاه سليم يا ابوي. ابوك مش ممكن يسيبه واصل. بس انا خايفه لا يكون حرامي ودخل يسرقنا. حرامي حرامي، هو احنا لاقيين؟ خلاص قتلوه؟ لا يا بنتي، ده نفد بجلده. على فكره انا ووالدتك موافقين على جوازك من المهندس مجدي. صحيح يا ماما؟ طبعا صحيح يا حبيبتي، ده عنده شهاده وله مستقبل، مش كده برضه يا سيف فهمي؟ تمام، خليه في يوم من الايام مع عائلته علشان نتعرف عليهم. مساء الخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ابني بتيجي على الريحه؟ بركاتك يا حسين. ايدي ده عريس بنتي انا. Thank you.
عملتها بعد الفرح ما يخلص. تقتلها ده ايه؟ اوعى تعمل كده ليحصل لك زي ما حصل لعبد الشكور. عبد الشكور مين؟ ده واحد صاحب انت ما تعرفوش؟ لا ولا انا. ده عملت ايه بس يا مبيدة؟ يا الله يا الله.